يخرب بيت عجل. نبع عايزين نشارك الواد ده كده وننجيه يعني. علينا؟ يبقى بني آدم يعني. هتؤمر؟ خش يا حيوان. بس شايف الوجاعة؟ وجع وجع وحيات ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشكر بذوقي بذوقي عارفه. وخدها يا حتى 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي ان انا نوطك في ليلتك يا حتى. ايه ده يا ليمبي؟ انت اخويا حقه حقيقي يا ليمبي. امال ايه يعني يا اخويا يا ليمبي؟ مش بيصدق نفسي. قلتش كده؟ مش بيصدق نفسي يا ليمبي. خلاص ما تقولش كده. مش بيصدق نفسي يا ليمبي. خلاص يا مش بيصدق نفسي يا ليمبي. ما خلصت الغباوه دي. يا ابني خلصت خلص بقى. مش مخلص الغباوه بتاعت ابوك. مش مصدق. اللي يهدي المصطبه. اللي يهدي المصطبه. مين بقى العروسه؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه ياد التلاته. ياد فين ياد التلاته؟ مين واحده في التلاته عندي؟ الرابعه يا ليمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شكل البني ادمين بالظبط؟ ايه ده اللي انت واخد سنك الصوله دي؟ بحبها يا ليمبي بحبها. طب خلاص طب خلاص. يا ريت انك بتتزفت بتتباع. بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از. لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواعه قنبيالات. قنبيالات؟ وانا اشتري ثلاجه يا ليمبي؟ يا تفهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان. انما دي شكلها متخزنه بقى لها كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا ليمبي. لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله. انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا اهتم اختنا سمير ارفص. وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي. بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تبقى 9 يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك شكبه وتكبك. ايه اللي قلت؟ ايه على ايه؟ ايه على ايه؟ ايه يا عم اللحان اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. حادثه قديمه يعني سحبوه من تحت الديجو ولا ايه؟ معلش يا ليمبي استحمله استحمله عشان خاطر عشان خاطر يا ليمبي. طب انا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا ليمبي. خلاص انت عبطني ولا ايه؟ يا ده بعد انت بدات تحاول يا ليمبي. طب واخد بالك يا عم المرحوم؟ احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلع وعايزين ندخل الحلع والغطا في قلب بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي اتجاه؟ نعم؟ كويس من اي اتجاه؟ يا عم يلا يا عم يا عم يلا يا عم. ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده. ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لها تنفلتك السودا. معلش يا ليمبي. ليمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري يا ليمبي. دي مش هتلم يا عم. ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخليه في مفردة جزمة. على خير يا فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة يا ليمبي؟ والله العظيم كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط. هاتوه. إنما سجنتك يا ليمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك يا ليمبي. والله هاتوه. والله سعادة الضابط مش سامعتش حاجة. والجواز يا ليمبي؟ يا عم أنا جوازي ما كانت لازم تنتهي النهاية الصودا دي. الله يخرب بيتك. اتفرش يا ليمبي. واحدة تتفرش يا ليمبي. كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي الليندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟
تقول انت سعادتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدار كويس؟ وايه لو سمحت؟ غصب لان غصب عني يعني، ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وتدار، وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح حضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده، نزلت على ودن اسنجيت بقى. نوضح لو سمحت، نوضح. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك، وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهمل كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا، والدنيا دي سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن، قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟